أخبار اليوم. شيما الحاج، برحب بيكي في البداية. ميرسي ليك وأهلا وسهلا بيك وبأخبار اليوم. بنرحب بيك النهارده، وعايزينك النهارده تكلمينا عن حضورك ومشاركتك لحفل الميمة. طبعا انا مبسوطه ان انا بشارك النهارده زملائي الفنانين في حفل ضخم ومهم زي ده، وخصوصا ان انا السنه اللي فاتت كنت بشارك في تقديم الجوائز، ولكن السنه دي جايه طبعا ابارك لهم واكون معاهم في يوم مهم زي ده ليهم. خطواتك سريعه ونجاحك ملحوظ، فعايزينك النهارده تكلمينا انت بتحضري ايه الفتره اللي جايه، وهل هتشاركينا في رمضان في السباق الرمضاني اللي جاي ولا لا؟ انا ان شاء الله عندي فيلمين، فيلم على العيد الصغير، فيلم اسمه زان، فيلم سعودي مصري بطولة تركي اليوسف وانا وياسمين جيلاني وعفاف شعيب ومجموعة من الفنانين المصريين والسعوديين، وعندي فيلم مع احمد هارون لازم يتعرض، مقرر عرضه ان شاء الله الايام دي. وبالنسبة للدراما في رمضان، للأسف انا مش متواجدة السنة دي علشان تقريبا يعني كل المسلسلات تعرضت عليه للأسف ما كنتش يعني احب ان انا اشارك فيها، مش عشان حاجة طبعا، وطبعا مسلسلات مهمة وكل حاجة واحترامي ليهم، ولكن انا ما بحبش اكرر حاجة انا عملتها قبل كده، ولكن انا بشارك في حاجات خارج الموسم الرمضاني بالنسبة للدراما. انت يعني كواجه شاب جديد وكده، يعني شايفة ايه الخطوات اللي انت هتاخديها الفترة اللي جاية؟ اهم حاجة عندي ان انا يعني ابقى بختار في الفترة اللي انا فيها دي بالذات، بختار كل حاجة بعملها وما كررش يعني حاجات انا عملتها قبل كده، ده بالنسبة ليا يعني، وده ان شاء الله اللي انا بشتغل عليه الايام الجاية.